هذا الشيء للشغل بالساقس ينظم اليوم مسيرة لمناهضة التطبيع في تونس. القرار هذا قررناه باعتبار استفحلة الوضعية خاصة بعد ما سمي بحجة الغريبة في جربة، كان كل شيء بالمفضوح. رئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء ما فيهم الوزير المتصهين وزير السياحة بعنوان السياحة الدينية هي بدعة صهيونية، اليوم استفحلت المخابرات الصهيونية وغيرها بعنوان جمعيات بعناوين أخرى وتطبيع ممنهج قاعدة تعيش تونس الحبيبة، تونس أرض الجدود، تونس الشهداء، تونس حشاد، تونس هادي شاكر وغيرها. اليوم تونس عصية عليهم، هذا من ماشيين في التطبيع بهرولة كبيرة جدا في جميع الميادين، في الرياضة، في الفن، في الثقافة وغيرها، وخاصة الحكومة هذه حكومة التطبيع، حكومة اللي فيها أكثر من ثلاثة أو أربع عناصر بين وزراء وكتاب دولة، علاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومة اللي مرتهنة لدى الدوائر الإمبريالية طبعا ما تكون كان ما عندها السيادة تفقد السيادة الوطنية، وهرولتها للتطبيع خط أحمر، وسنتصدى بكل قوة، وسنتصدى ونقابيب جهة صفاقس سنتصدى بكل قوة لسن قانون اللي يرفضوه الأغلبية الحاكمة في المجلس النواب للأسف. سنعمل كل جهدنا لسن قانون لتجريم التطبيع، أنه الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب ترفض مثل هذا القانون باعتبارها ولاها لأمريكا ولاها للصهاينة ولاها للسفارات وتاخذ أوامرها من السفارات. هو تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني والنقابة.